من بوابة حمص القديمة، جدران حملت حكايا ألم وأمل في أكثر من 20 لوحة فنية حاولت كسر الصمت ببصمات مبدعيها، فيما جسدت لوحات أخرى تمازج الحضارة والتراث. لمسات سورية، معرض فني ضم عدة لوحات لنخبة الفنانين التشكيليين القدامى ليكون المعرض رسالتهم التي تروي تاريخ وحضارة محافظة حمص. نحن عم نحاول نعمل شيء جديد أو شيء نحيي في منطقة حمص القديمة، وخاصة هلأ بعد نشكر الله الانتصارات للجيش العربي السوري وبعد إعادة الحياة لسوريا الحبيبة، ساهم بإعادة الروح والحياة وكسر الأجواء الصمت وأجواء الحزن. الفن بيجمع، الفن والجمال بيجمع الناس كلها. معرض مبهر، روحات لافتة وبقوة التعبير وبقوة حضور فنانين كبار. طبعا أنا ما متفاجئ لأنه الأسماء المشاركة للمعرض أسماء كبيرة. الآن حمص تعود كما كانت، أكيد كما كانت. أنا كابن حمص وأشتغل بالمسرح في حمص وفي سوريا، وأكد لك أن أهم أو أول مظاهر الحياة الحيوية بمعناها العميق هو الفن، وإذا دخلنا بوابة الفن فسندخل إلى بوابة الحياة. هدف إنه الأمل يكون أفضل وننتقل من حالة لحالة أجود ونتخطى هالصعاب اللي مرت. حمص كانت الحقيقة دائما زاخرة بالأعمال الثقافية والفنية والحياة النشيطة، يعني سواء على المستوى الفنون الجميلة أو على المستوى الموسيقى والحفلات الموسيقية اللي كانت النشاطات الثقافية بمختلف أشكالها يعني. وهذا شيء مبشر بالخير الحقيقة، لأنه دائما الفنون والثقافة بتعطي أمل للناس. على أنغام الموسيقى وبين ألوان مزجت قصصا ووجوها تحاكي الأمل، شرعت مدينة حمص أبوابها لمبدعيها، فبريشتهم تمحى آثار الحرب.